الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. بين أيدينا منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من منازل لب العبادة، هي لا تمثل إياك نعبد، إنما تمثل لب وجوهر إياك نعبد. منزلة الفقر، والفقر مراد به كمال الذل وتمام الانقياد لله اعترافا وتسليما. لم يرد الفقر في القرآن لفظا بهذا المعنى، إنما ورد الفقر في القرآن الكريم باعتبار الحاجة والعدم، كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. فهؤلاء فقراء من الناحية المادية، فهم لا يملكون شيء من الدنيا، والدليل على ذلك قوله جل وعلا أحصروا أي منعوا، وكان ذلك في سبيل الله. وهؤلاء بالنسبة للفقراء، الفقراء بمعنى العدم الذي لا يملكون، هو من نوع الفقر الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر. في هؤلاء الفقراء، هؤلاء الصحابة الذين ذكروا في الآية في البقرة، هم أجل الفقراء. لو قسمنا الفقراء الآن في الدنيا بمعنى الذين لا يملكون شيء من متاع الدنيا، فإن الذين لا يملكون شيء من متاع الدنيا أصفاهم أولئك الذين لا يملكون شيء من متاع الدنيا، لأن الكفار منعوهم وطردوهم وشردوهم ونكلوا بهم. ثم جاء الفقر بمعنى العدم، ولكنه عام، يدخل فيه حتى فقراء عصرنا من الذين لا يملكون شيء من متاع الدنيا. قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقصد بالفقراء هنا الذين لا يملكون. ثم تحدث القرآن عن درجة من درجات الفقر، وهي فقر الجميع إلى الله، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هؤلاء الفقراء يدخل فيهم الغني الذي يملك من متاع الدنيا، والفقير الذي لا يملك من متاع الدنيا كل، بل الكافر يدخل في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والكفار فقراء إلى الله لأنهم لا يخالفون نواميسه، ولا يكسرون سننه، ولا يتجاوزون قوانينه في الكون ولا في الوجود. بمعنى الشمس تشرق في ميعاد وتغيب في ميعاد، لا يستطيع أحد في الدنيا أن يوقف هذا الناموس ولو كانت أمريكا، ما في زول بيقدر يتدخل. هم من الشمس لتحت ما بيعملوا طبقة الأوزون، ما عارف الأقمار الصناعية، ما عارف الطيارات، مركبة فضائية، كلام فارغ زي ده. لما يجوا في الشمس دي ما بوقفوها، وبالتالي يكيفون أنفسهم وفق هذه النواميس والسنن التي لا يقدرون على تغييرها. الشمس دي ما بيقدروا عليها، معناها في ثبت وفي أحد، ما في ثبت هنا براو وأحد هناك براو، الثبت ثبت والأحد أحد والجمعة جمعة، ينتظمون تحت هذا الكون. ليس لأحد إلا أن يسايره، هذا النوع من المسايرة عبودية بإكراه. قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه عبودية بالإكراه،
ولك الترخير سيخضعون لهذه النواميس. من هذه النواميس أن هنالك برد يتكيفون معه، وأن هنالك حر يتكيفون معه، وأن في هذا الكون حركة لا يقدر أحد أن يخرج عن هذه الحركة ولا عن هذه النواميس. في أبدانهم أدوات وأعضاء تعمل، والدم يدور بطريقة معينة، وكذلك القلب ينبض. لو توقف القلب عن النبضان ما الذي يحصل؟ يموت الواحد منهم، فيضطر إلى أن يخضع في جسده ولا يستطيع حتى أن يغير ما في جسده، إنما هو يساير ما في جسده من السنن الكونية. وكذلك الكافر يجوع، فإذا جاع أكل، لما يأكل، ما يأكل، ما في طريقة إلا يأكل، وإذا عطش شرب، وإذا نعس نام. في زول مبنوم، جيب لي المبنوم دمنه كده وريني ليه المبنوم دمنه. النوم ده عبادة لله، لأنهم نايمين أعضاءهم بيجوا ماشى والدم ماشي. وبالمناسبة حركة الدم داخل الإنسان وفق حركة الطواف بالبيت الحرام. الطواف بالبيت الحرام الذرة دي مش فيها نواة، وفي حاجات بتحوم حول الذرة، جزيئات صغيرة، إلكترون ونيترون وبروتون، حركتها وفق حركة الطواف بالبيت الحرام. الكون ده كله متحرك كده، الكائنات دي كلها حركتها من وين لوين؟ من الشمال إلى شنو؟ اليمين، إلا الساعة، لأنه دي عمل البني آدم. الساعة دي شغالة من وين؟ كده عيلها شغالة من شنو؟ من الساعة دي. بالعكس الشيء ده كله، الكون ده كله ماشي كويس إلا الساعة دي، مع عكس أصلا. الحركة في الكون وفق الحركة العبودية، وفق حركة العبودية، وفق حركة الطواف بشنو؟ بالبيت الحرام. كلها بتحوم كده، الأرض تدور وسائر الكواكب حول الشمس بحركة شنو؟ حركة الطائف حول شنو؟ حول الكعبة. هالناس دي يقول أبي يسجدوا لله. الأرض متحركة ولا متحركة؟ متحركة حول شنو؟ حول الشمس بيأتوا حركة بحركة الطواف. أي زول في الكون ده قاعد يعبد ما في مفر، لكن بعد بدخلوا النار في نوع، بعد العبادة بدخلوا النار لأنها كرها، وفي مؤمنين بيعبدوا شنو؟ طوعا. فبالتالي هذا معنى العبودية العامة. طيب، هذا الفقر هنا مسألة مهمة لفتنا ابن القيم إليها. قال رحمه الله: كل إنسان وكل إنس وكل مخلوق إلى الله فقير، شاء الإنسان ذلك أم أبى. أنت فقير إلى الله، شئت أم شنو؟ أم أبيت. لكن الفقر الذي هو عبودية، شهود هذا الفقر عبودية. أصل أنت فقير وأنا فقير، فقرنا إلى الله لازم. فقر الآدمي والمخلوق أيا كان، آدمي أو إنسي أو جني، نتكلم عن الآدميين، فقر الآدمي إلى الله لازم. أرني شخصا في الدنيا لا يفتقر إلى الله. في الكفار ذات وريتك إنهم شنو؟ فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لكن ما كل الناس يعترف ويشهد هذا الفقر. شهود الفقر من المؤمنين لربهم واعترافهم بذلك هو العبودية التي تسمى عبودية الفقر.
لذلك قال ابن القيم في تعريفها: هي لب العبودية، هي لب العبودية، هي لب العبودية وحقيقتها وحقيقة الفقر عزل النفس عن الربوبية. وده كلام رفيع رفيع جدا، عزل النفس عن الربوبية. طبعا شو ده؟ عزل النفس عن مزاحمة الربوبية أن تتضاءل، لأنك كلما تساميت وكلما تعاليت زاحمت الربوبية. ألم تسمع بالحديث القدسي: العزة إزاري والكبرياء ردائي بربوبية، فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي. فعزل النفس عن مزاحمة الربوبية هي حقيقة الفقر، والفقر لب العبودية وحقيقتها. والله ده كلام تقيل، ده كلام تقيل، كلام مهم. طيب، ويقول ابن القيم ناقلا عن يحيى بن معاذ قال: حقيقتها ألا يستغني إلا بالله. ألا يستغني إلا شنو؟ إلا بالله، يعني أن يكون في غنى عن الخلق. لذلك قال العلامة ابن القيم كلمة لطيفة: للفقر أول وآخر، بداية ونهاية. فقر العبد إلى شنو؟ إلى ربه. وما هو هذا الفقر؟ عزل النفس عن مزاحمة شنو؟ أنت كان كبرت على العباد ساكت، زحمت الربوبية. عزل النفس عن مزاحمة الربوبية، وذلك بأن الخلق إلى رب فقراء، شهود الفقر والاعتراف به والخضوع لله جل وعلا به هو حقيقة الفقر الذي يعتبر عبودية من العبوديات الجليلة. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه النقطة: للفقر بداية ونهاية وظاهر وباطن. يا السلام، قال: بداية الفقر ذل ونهاية الفقر عز. الفقر إلى الله بداية شنو؟ ذل، لكن نهايته شنو؟ عز. والله هذا كلام تقيل، صحيح. ظاهر الفقر فقر وباطن الفقر غنى. هل ترى أن من افتقر إلى الله وهو لا يملك من الدنيا شيء أتراه معدما وقد افتقر إلى الله جل وعلا؟ فبالتالي قال واحد، قال له قال رجل لأحد السلف: فقر وذل؟ قال: لا، فقر وعز. فقر وشنو؟ وعز. هو حقيقة العز، لأن قمة العز في العبودية، والفقر لب العبودية، وهو تذللك بين يدي الله اعترافا وذلا وتسليما وانقيادا له سبحانه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: معرفة الخلق لربهم نوعان. معرفة الخلق لربهم شنو؟ نوعان: معرفة إقرار، وهذه يدخل فيها كثير من الناس بما فيهم إبليس، فإن إبليس لم يكن ملحدا في يوم من الأيام، ولذلك تبين أن الملحد أسوأ من إبليس، لأن إبليس يخاطب ربه، قال: ربي انظرني إلى يوم يبعثون، كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله. إبليس أصلا لا، ليس منكر. معرفة الإقرار معرفة عامة يدخل فيها حتى أهل مكة من مشركي قريش، كانوا يقرون بوجود الخالق والصانع. المعرفة الثانية معرفة إجلال توجب محبته والحياء منه والإخلاص له والقرب منه والخضوع والانقياد له سبحانه. دي معرفة ابتعد، دي معرفة المطلوبة. هي معرفة شنو؟ معرفة شنو؟ الإجلال. كثير من الناس يعرف الله معرفة الإقرار، ولك هي الله فيه، الله فيه، إن الله على كل شيء قدير، لكن ما تشوف فوق أي حاجة، لا يستقيم ولا يصلي ولا ينضبط ولا يترك المحرمات ولا يخاف الله
عند المحرمات. وبالتالي هذه معرفة إقرار وليست معرفة إجلال. طيب، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الفقر المعني، وهذا من مزيد الإيضاح، الفقر المعني لله لا ينافي الجدة والأملاك، لا ينافي الجدة والأملاك، بمعنى كون تكون عندك عمارات وفقير إلى الله ما في أي تعارض. ما زول ما يسمع منزلة الفقر يقول دي حقة المفلسين بس. كويس. قال ابن القيم: فقد كان داود وسليمان عليهما السلام من ملوك الدنيا، ولكنهم من أفقر الخلق إلى الله عبودية، وذلك بأنهم يقرون لله بما أعطاهم ويعترفون أن الأمر منه. فتبسم ضاحكا من قولها، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ويوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش، ده ملك، وخروا له سجدا، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهو على الملك قال فقرا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ده فقر. فقر مع شنو؟ مع الملك. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف كانوا تجارا وكانوا أثرياء، لكنهم إلى الله شنو؟ فقراء، بالتذلل والتعبد لله جل وعلا. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية، نطلع من المدارك شوية، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التحفة العراقية في الأعمال القلبية: أقرب طريق يوصلك إلى الله الافتقار إليه. أقرب طريق يوصلك لله الافتقار إليه. قال: أتيت أبواب العبودية فوجدت فيها الخلق يزاحموننا من كثرتهم. أي باب تمشي، الصلاة ناس كتر، الصوم، الحج، ما بتلقى فرقة. قال: فأتيت باب الافتقار إلى الله فوجدت الذين يقفون عند هذا الباب قلة. الافتقار ده يا إخوان عرفناه، تعريف بسيط: عزل النفس عن مزاحمة شنو؟ الربوبية. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من أجمل ما قاله، قال: أول قدم الفقر، أول قدم الفقر، ده أول درجة في الفقر عشان تبقى فقير، الخروج عن النفس وتسليمها لمالكها. الفقر ده مهم شديد، بتلقاه في أقوال السلف، يقرون لله سبحانه وتعالى بأنهم لا يملكون شيء، وأن ليس لهم من المتاع شيء، وأن الأمر كله بيدك، وهكذا. هذا هو حقيقة الفقر. طيب، للفقر أركان، للفقر شنو؟ أركان. لعبودية الفقر إلى الله أركان. الركن الأول: علم يسوسه، علم تسوس به الفقر حتى لا يخرجك الفقر إلى الابتداع. والفقر إذا كان معه علم قادك إلى اتباع. تكون بعض الناس يفهم الفقر إنه يخرج من الدنيا مثلا، هذا فهم خاطئ لشنو؟ للفقر، كما ناقش ذلك ابن القيم رحمه الله، يقول لك فقر، نحن فقراء، نحن فقراء بقوله صح؟ لا، خلي أي حاجة الدنيا دي خليها، هذا فقر بغير علم. إنما أهم ركن من أركان الفقر علم يسوسه وورع يحجزه. ورع يحجزك، وده الفقر الحقيقي.
أن تتورع عن المحرمات والشبهات، أنت فعلا بتكون فقير. ويقين يحمله الفقر ده، أنت كان قال لك افتقر إلى الله وازهد في الدنيا، والدنيا عندك وازهد فيها، هذا من أصعب الأشياء. عشان كده قال شنو؟ وشنو؟ ويقين يحمله وذكر يؤنسه. وذكر يؤنسه، بالذكر تستأنس وتكون فقيرا حقا، ولأنك فقير إلى مولاك لا تستغني عن ذكره ولا عن سماع كلامه ولا عن سماع ذكره واسمه. دائما اسم الله، اسم الله في أذنك، واسمه في شنو؟ في لسانك. عشان كده قال علم يسوسه وورع يحجزه ويقين يحمله وذكر يؤنسه. قال أبو حفص النيسابوري رحمه الله، قال أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله، أحسن حاجة أنت توسل بها لربنا شنو؟ التوسل أنواع، التوسل المشروع لا تكلم عن التوسل المبتدع. أحسن التوسل قال دوام الافتقار إلى الله على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأعمال، وتحري وطلب القوت من وجه الحلال. ده أجل شنو؟ التوسل، تتوسل إلى الله بفقرك إليه، تقول أنا فقير ولأني فقير أتوسل إليك، كما قال السهيلي رحمه الله تعالى متوسلا: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك، ده الفقر، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ده توسل إلى الله. توسل إلى الله بشنو؟ بالافتقار إليه سبحانه. يا السلام، ما لي سوى فقري إليك وسيلة. لذلك قال أبو حفص النيسابوري: أحسن التوسل إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأعمال، وطلب القوت من وجه حلال. إيه ده كلام؟ ده كلام تقيل شديد. وده إخواننا قمة التوسل، أن تتوسل بضعفك وقوته جل وعلا، وبفقرك وغناه، وبذلك وعزه، وبكماله ونقصك، وبحوله وعجزك. بالتالي هذا كمال التوسل. السلام، الناس تحدهم لنا يقول لك التوسل يا مولانا، التوسل شنو؟ لما التوسل هنا دار شنو يعني؟ إلا تقول أدعوك يا الله بجميع شنو؟ عباد الله. ليه؟ أدعوك يا الله بغناك عن جميع عبادك. ليه؟ ومنو ما عارف، ومنو منو وشعوانتي وشنو كده ما عارف، البدوي اسمه، قال البدوي ولا شنو وكده، والشعراني يا أخي الشعراني
الشعراني الكلام الكتب ويخلوا زول يقوم جاري والله 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 طبقات الشعراني اللي سماه لواقح الأنوار ولا شنو ما عارف والله كلام كلام والله العظيم شين والله والله كتاب الشعراني الطبقات ده حقه يعدموه والله والله إساءة إلى الإسلام وأهله. يقول لك يا أخي أولياء الله الصالحين من كراماته أنه صعد المنبر عريانا كما خلقته أمه قال قال في ولي اسمه ولي العريان لأنه قال ده بيجي طالع المنبر عريان قال بيخطب في ابنه ده حجار ولا ناس دين حقه يرجموه ده صح ولا ما صح قال طلع المنبر عريان قال وقال خطبته من كثرة ما هو لي رؤيت في جميع المساجد في الدنيا قال يعني يخطب في المسجد هنا وكل المساجد شايفينه في الدنيا متلفزة وقاريته لو مستور وعريان بلع لك الله ده كلام كتاب الشعراني ده من أسوأ ما كتب والله في حاجات أنا لو قلت عليكم تسدد أذنيكم والله دي ما قلتها كمان عريان دي أخف حاجة كويس أيوة طيب يا أخواننا يعني للأسف الشديد شوف العقائد دي يا أخواننا دي عقائد منتشرة في أوساط الناس ينبغي أن ينبه إليها يا أخي ما في توسل يوصلك إلى الله أكثر من أنك تفتقر إلى الله يقول لك يا شيخنا دين ناس صالحين ونحن وسخانين ما عندنا الفقر ذاته هو الفقر ذاته يعني تكون وسخان تقول لي يا الله أنا وسخان للآخر ارحمني يقول لك إلا جيب ناس ثاني بيرحمك ولا بيرحمك بيرحمك يا أخي يقول نحن وسخانين ذات حجة المشركين وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قالوا إلى الله ما قال لي زول تاني إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم والله الميتين في مصر كلهم والحيين لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم الأمر كله بيد الله يا أخي والله العظيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يقولك ما ناديناهم ولا عبدناهم نحن قاصدين الله شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله يتور والله عنه لشيته أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون والله القرآن ده والله معجزة عليك الله عن الكلام ده كيف والله تقول فصلوا فصيل على الكلام ده حصل حتى تقول له التوصل يقول لك ده اللي بوصلونا لله بوصلونا لله يا اخي الله وراك الطريق اللي بوصلك يا اخي وراك الشيء اللي بوصلك ما في بشر بيوصلوك بذوات بيوصلك يوريك كلام الله انا حاسه اعلمك اوريك كلام الله تعبد الله انت بس لكن ما تدخلني انا يا اخي وربك اقرب يا اخي من كل هؤلاء يا اخي من دول كل ربنا اقرب ونحن اقرب اليه من حبل الوريد واذا سالك عبادي عني فاني قريب يا اخي شفت كيف؟ والله يا اخوان احنا عندنا يعني في السودان ده جنة عقائد كويس بالرغم من انا كنت بناقش لي زول مستوى عالي في التوسل وتطلب يقول لك قول انت تقول توسل بالصالحين صح يا الله بناس فلان وبناس فلان قلت لي انا مما اتولدت لحد ما اموت ما دار اتوسل لله الا به بس ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها أنا عندي أسماء الله ما بمشي تاني يا رحيم ارحمني يا لطيف ألطفي يا عزيز أعزني يا غني أغنيني يا ملك وفقني يا لطيف ألطفي قلت له ما أجيب سيرة زول في لساني أنا غلطان قال لي ما غلطان طيب وإنت مالك قال لي لذي برضو زيادة ما في حاجة زيادة علي الله زيادة علي الله زيادة أنا أقول لك الله تقول لي زيادة وإنت أليس الله بكاف عبده؟ يا أخوان أنا بقول لك هو ما قدر يقول لي يعني أنا أقول لي لا إلا تنادي بالناس يقدر يقول لي كده؟ يقدر؟ ما يقدر عليك الله شوف الشيء ده عشان كده أحسن ما يتوسل به العبد إلى ربه دوام الافتقار إليه على كل أو على جميع شنو؟ الأحوال وملازمة السنة في جميع الأعمال تبقى زول مستقيم بتخاف الله وبتابع رسول الله ما بيجيك عوجة وتتحرى وتطلب القوت من وجه الحلال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ترفع يدك الله ما يرجعك الكلام واضح التوسل ما واضح
طيب، فبالتالي يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة أن التوسل هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين السلف ذيل عجيبين. قال ابن الجوزي رحمه الله هذه القصة، والله إخواننا يعني بتستوقفني كثير جدا. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر، وهذا من الكتب اللطيفة جدا، قال: كنت جالسا أمام متجر وحانوت لأحد التجار في بغداد. قال: أنا قاعد برا. فجاءه سائل، يا شحاد، الشحاد ده نجيب وزاته الشحدة فن بالمناسبة، هو ما يزال بيدير الشحدة كله بجد، والله في زول يديك كلام يخليك العنده تتغرع منه، وفي نوع يديك كلام والله يخليك تبكي وتديه. الشحدة ذات فن. فقام في واحد الشحات نجيب جاء، قال للتاجر شنو؟ قال له: انظر إلي، أتعرفني؟ قال: لا. قال: لقد أتيتك من ذي قبل، أنا قبل كده جيتك، شوف أزود أنا جيت كيف، وأعطيتني. ما هو الشحاد اللئيم بيقول لك: أنا ما جيتك قبل كده، اديني، هو بكون جاك قبل كده داري ينكر. قال له: شوف أنا جيتك وانت اديتني، وما أغراني للمجيء إليك ثانية إلا أنك من قبل أعطيتني. الشحاد أنا جيت، الله ما أنا جيت. قال لي: أنا جابتك ثاني، إنه قبل كده أديتني، معناه أنت زول سخي، أنا جيتك. التاجر ذاته نجيب، عارف قال شنو؟ جاب الكلمة وجاء التوسل دي. قال: مرحبا بمن توسل بنا إلينا، مرحبا بمن توسل بنا إلينا. ابن الجوزي قال: رفعت يدي وأنا أمام المتجر، قلت: اللهم أنا الذي خلقتني من العدم، وآويتني ورزقتني، وهديتني وعلمتني، وجودك علي مستمر، أتوسل إليك بك أن تغنيني وأن تعطيني. وقاعد يقول لي الله كده استفاد من الشحادة، تديني وتسوي لي. قال له: اللهم أنا عبدك الذي إحسانك علي دائم، ولأنك محسن دائما إلي لا أتردد في أن أطلب منك الإحسان ثانية، أتوسل بك إليك، أفعل لي وأفعل لي وعمل لي وعمل لي. قال له: عليك الله نجيض من حسة. ابن الجوزي نجيض، مش كده نجيض، أخذ من كلام الشحادة كيف يصل الشحاد إلى الكريم، كيف وهو يسأل الرب العظيم والإله الكريم والمولى العظيم. والله مولاكم ولا مولى لهم، هؤلاء من المشركين، نعم المولى ونعم النصير. يا سلام. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى من الافتقار، قال: جلست في مجلس مناظرة، دار يناظر زول من أهل البدع. قال: لما جلست اضطرب قلبي، قلبه دق. قال: فقلت وأنا في مجلس مناظرة متوسلا إلى الله جل وعلا: اللهم إن مثلي لا يمثل دينك، الزيد ما بساوي حاجة ولا يمثل دينك، وأنا بي وبي وبي من الذنوب، اللهم انصرني في هذا المقام، لا تنصرني أنا ولكن نصرة لكتابك ونصرة لسنة نبيك. قال لي: يا الله تنصر دينك وتنصر نبيك وتنصر الكتاب، أنا كعب لكن وما بستاهل، لكن أنا تراني وجيت في الموقف ده. فالافتقار دائما إلى الله عز وجل يرفع العبد ويعليه. عبد الملك ابن مروان رحمه الله تعالى، وهو من حكام بني أمية، وعبد الملك أمه عاتكة بنت يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، دمنه ده عبد الملك. فعبد الملك ابن مروان قال شنو؟ قال: اللهم إن ذنوبي كثيرة. قال لي الله شنو؟ إن ذنوبي شنو؟ كثيرة. أسمع كلامنا عليك الله، شوف الافتقار ده كيف. اللهم إن ذنوبي كثيرة وإن عفوك أعظم، اللهم فبقليل عفوك أمحو كثير ذنبي.
قال له انت عفوك كثير بس بجزء بسيط من عفوك. عفوك البسيط ده لو اديتني بسيط من عفوك، البسيط اللي اديتني من عفوك ده بيعمل شنو؟ يزيل جميع ذنوبي. لما سئل الحسن البصري عن هذا الكلام قال لو كان من كلام يكتب من الذهب لكتب هذا الكلام. ده كلام يكتب من شنو؟ يكتب من الذهب. فبالتالي التوسل بالافتقار إلى الله أفضل أنواع التوسل. يقول ابن القيم رحمه الله يناقش مسألة طالما أعيت علماء السلوك والتربية، ناقشوها كثيرا، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الأفضل يأتوا زول يكون عنده مال كثير ويسلط على هلكته في شنو؟ في الحق، يقول لك الله دانا ونحن ما عندنا حاجة، ده كله حق الله، المال مال الله والعباد عباد الله ونحن مسخرين بس بندير المال ده، وشاكر ويقول لك الله كل شيء بيده، ده اسمه شنو؟ غني شنو؟ شاكر. ده أفضل ولا زول فقران وعدمان لكن زول عارفه ما فيه ولا بكلم زول يبيت القوى؟ أقول لزول أنا جعان ولا كذي، أنت تشوفه تقول الزول ده أغنى أغنياء الناس، فقير لكن شنو؟ صابر صميم وصلد وجلد وقوي وما تعرفه وما يشتكي أصلا. أحسن يا توفي دل الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ الغنيانين بيقولوا الغني الشاكر والفقرانين بيقولوا الفقير الصابر. أي زول قاعد ينصر مذهبه. خلاصة تحقيق العلامة ابن القيم لهذه المسألة قال كالآتي، قال رحمه الله لا يوزن يوم القيامة فقر وغنى، يعني الله يوم القيامة ما بيوزن الغنى، يقول لك قروشك كانت كم وانت فقران ولا ما فقران، ده يوم القيامة بتوزن. ليه؟ قال لأن الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء. قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قال لا يوزن يوم القيامة فقر وغنى ولكن يوزن الشكر والصبر فأيهما كان أكثر رجح. شوف الكلام كيف قال، يوزن الغني، نجيب ما أحد الناس، نجيب غني شاكر وفقير صابر نوزنهم، إذا كان الصبر أكثر من الشكر كان الفضل للفقير الصابر ليس لفقره إنما لصبره. قال وإذا استويا في الحسنات استويا في الرتبة والمنزلة والدرجة. بصورة أوضح قال ابن القيم رحمه الله قد تجد في منطقة مثلا في الخرطوم واحد غني وجاره فقير، يكون الصبر بتاع الفقير كثير والغني شاكر لكن شكره أقل من شنو؟ من الصبر. يكون هنا الفقير الصابر شنو؟ أحسن. تمشي منطقة تانية تلقى الغني شاكر والفقير صابر، لكن الغني شاكر شكر كثير، يعني الذي يرجح كثرة الشكر أو كثرة شنو؟ الصبر. واضح المواضح هذا؟ طيب بعد ذلك ندخل في كلام صاحب المنازل، هذا كله الذي مضى هو كلامه ومقدمة علامة ابن القيم رحمه الله تعالى حول منزلة الفقر. قال صاحب المنازل الفقر اسم للبراءة من الملكة، اسم لشنو؟ للبراءة من شنو؟ من الملكة. ابن القيم قال شنو؟ قال لم يقل الفقر عدم الملكة، ما قال الفقر عدم شنو؟ الملكة. ما الفقر يا أخواننا شنو أصلا؟ كده خلي الفقر بين إلى الله، الفقر في الدنيا دي هو شنو؟ زول عنده ولا ما عنده؟ يعني الفقر عدم شنو؟ عدم الملكة. في زول عنده فقرة؟ لن يكون جاحد صح؟ هو اللي بيخلي فقير شنو؟ العدم. طيب قال الفقر إلى الله ما قال عدم الملكة، قال اسم للبراءة من الملكة. الفرق شنو؟ قال ابن القيم عدم الملكة ثابتة لكل الناس، العند مع الله ملك منه كده، خلي زول يقول أنا مع الله عندي حاجة،
ما في. لكن قال اسم للبراءة من الملكة، يعني أنك تقول نفسي خلي المال اللي عندكته، نفسك ذاتها هي ملك لله جل وعلا، هي ملك لمن؟ لجل وعلا. خروجك من الادعاء والبراءة من أنك عندك ملك، في الحقيقة زول عنده ما في، في زول ما عنده، بقول أنا شنو؟ أنا عندي، يقول لك أنا عندي، ده عنده مثلا يقول لك الملك فلان، هو ملك يعني ملكه، أي ملك بيقول ملكه، هو ملك، ما في زول عنده ملك أصلا في الكون ده حاجة. كويس. البراءة من المل من ال من الملكة إنك تقول أنا ما عندي، تتبرأ. قال عندك، هو عندك، لكن تقول شنو؟ ما عندي، لكن هو عندك، هو عندك، ولكنه ليس حقيقة. ليس شنو؟ حقيقة. أجراه الله على يدك اختبارا وامتحانا. والدليل الآية الجارة قبل شوية، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، الله قال ما كده. فبالتالي الفقر تعريفه، لكن كذا نشوف تعريف ابن القيم وتعريف الهروي، نشوف أي تعريفين أجمل. الهروي قال الفقر اسم للبراءة من الملكة، من الملكة. وقال ابن القيم الفقر عزل النفس عن مزاحمة الربوبية. الأجمل يا أخوانا بتاع ابن القيم تحس بها فيها شنو؟ يعني فيها يعني عمق، يعني ما هو قال لك من الملكة في النهاية، قاصد نفس المعنى، أن تعزل نفسك وأن لا تدعي، وأن تعلم وأن توقن أنك وكل الذي عندك هو ملك لمن؟ لله. ولذلك هو يقتلك متى شاء، يغنيك ويفقرك متى شاء، وأنت عبد بين يديه جل وعلا، والأمر كله إليه سبحانه وتعالى. قال الهروي هو على ثلاث درجات، طبعا ثابت أي منزلة فيها كم؟ فيها ثلاث درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد، فقر الزهاد. والزهد الحقيقي، ودي نقطة مهمة جدا في الزهد، الزهد الحقيقي أن تملك الدنيا وأن لا تملكك، أن تملك الدنيا ولا تملكك، وهذا لا يكون إلا إذا كان عندك دنيا ولكنها في يدك. تقدر عنده دنيا لكن ما فارق معه، ما يعني كونه عنده وما عنده دي شنو؟ واحد. تلقاه مع الناس زي شنو؟ زي من الناس اللي شنو؟ العادين اللي ما عندهم. وفي نوع كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ قال اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا ومن فقر ينسينا. في غنى بيخلي زوج شنو؟ يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى متى؟ أن رآه استغنى. لما يبقى عنده غنى بيبدأ بعد ذاك الإنسان شنو؟ يتكبر. فهذا من الأمر العجيب فقر الزهاد. قال قبض اليد، قبض شنو؟ اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. ده كلام منه، هذا كلامه الهروي. شوف الشرح بتاع ابن القيم. قلنا أن العلامة ابن القيم شرح قول الهروي قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وهذا معناه كالآتي: الفقير إلى الله الذي وصل إلى درجة الزهد إذا كان عنده دنيا فإنه لا يقبض عنها، لا يقبض الدنيا عن الناس ضبطا، يعني ما بيشنو، ما بيمسكه. الضبط معناه شنو؟ الحيازة. إنما يعطي الناس، وإذا فقد الدنيا لا يطلبها من الناس. ده الفقر الجد.
الفقر إلى الله. إذا كنت ذا مال وافتقرت إلى الله فلا تمسك المال عن مستحقيه، ما تدي لأي زول، لكن تدي لناس شنو؟ من يستحقون. وإذا عدمت فلا تمدن ولا تمد يدك إلى أهل الدنيا تطلب الذي عندهم. هذا معنى قبض اليد عن الدنيا ضبطا وشنو أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما. الفقير إلى الله لا يمدح الدنيا ولا يذمها، لأن حال الغنى والعدم عنده سيان، لأن كل ذلك جار على شنو؟ على يده. أما الدنيا لم يجعل منها إلى قلبه نصيب، أو لم يجعل منها إلى قلبه سبيل. فلذلك، وهذه نقطة مهمة، متى تفيد الإنسان؟ تفيد الإنسان المسلم إذا تبدلت أحواله وتغير نمط عيشه. بمعنى في زول بيكون عنده قروش كثيرة فجأة بقوم شنو؟ بفلس، ده بجهجة شديدة، صح ولا ما صح؟ لأنه ما، أما زول العادي إذا ما لقى يقول الله دانا والله شنو؟ شال مننا. لكن بيبقى كونك تنمط نفسك، كنت تمشي بالعربية هتمشي بشنو؟ بالمواصلات، وحيزحموك الناس وبدفروك والكمساري شاكلك بلا سبب، كويس، ونزلوك في المحطة اللي انت ما دايرة، بعد ما تقول نزلني هنا ينزلك بعد محطة تانية، كويس، ويجيب في شارع الزرط يشيل الناس زي ما هو داير، يعني انت تضايضك. لكن ده زول كان بيركب عربات فخمة بيقدر على شغلة دي؟ ما هو لازم ده بيقدر على امتين، إذا كان موطن شنو؟ موطن نفسه، كويس. بالتالي في ناس الزول لو ما عنده وفجأة بقي عنده، ده ما بكون عنده مشكلة كثيرة، ترى بيكون مبسوط يضحك بلا سبب. أي في الصلاة تلقى يضحك، ده ما بكون عنده مشكلة. لكن المشكلة في الزول اللي كان عنده وفجأة شنو؟ فجأة دهور، ده بيتحب هو وناس بيته بيعانوا معانا. بعدين أقول لك حاجة، والله ما في حاجة، درب أكل البليلة دي ما في حاجة، العدس ذاته قالوا مغذي بالمناسبة، ما في مشكلة تأكل عدس في شنو يعني؟ فطور وغدا وعشاء. في ناس بيأكلوا عدسي فطور وغدا وشنو وعشاء، كويس، وبيزسلسل. وزمان النسوان يعني أنت لو بتمشي تأكل كل جمعة سمك في المورد وعدمت هتعمل شنو يعني؟ آخر العدس تجرب العدس. والله يا إخواننا زمان الحبوبات مجاب، والله بيعوسوا الكسرة يردموا لك كده، والله كان جات حفلتين يقضوها، والله كان جات قريتين تأكل. لكن حس العيش يمشي يجيبون الفرن، قال يا أخي لو جبت عيش بمية تلف في ناس بكفون ذات الفرن ذات، يقول لك لسه ما يقول لك العيش لسه ما طلع. والله لكن العواسة دي مهمة. النسوان لكن لقيت الراحات ما داري عوسه، والله العواسة دي تشبع الزول. شوف بس، شوف ساكت الزول يشم العواسة دي ساكت يجمع، كويس. يا أخي الإنسان لابد يوطن نفسه على جميع شنو الاحتمالات. فبالتالي ده لما تكون الدنيا، انت لما تكون فقير إلى الله جد فقر الزهاد، الدنيا في يدك، عندك تحمد الله، ما عندك ماك مضجر. الواحد تلقى زهجان ليه؟ لأنه فقد. المؤمن ما بيسجطن، إذا فقد بتلقى مرتاح ليه؟ لأنه مطمئن ويعلم أن هذه أقدار وابتلاءات وتصريف وتقليب للأمور، وربك جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، ما في زول عنده اختيار أصلا. طيب قال والسلامة منها طلبا أو تركا. يا السلام، تسلم، وده كلام راقي من الهروي، لكن تفصيل ما فصله ابن القيم راقي. قال الهروي رحمه الله السلامة منها أي من الدنيا طلبا أو تركا. طلب الدنيا لا يعتبر فقر،
زول جاري ورا الدنيا ده فقير إلى الله متعلق بشنو؟ بالدنيا. والذي يترك الدنيا بالكلية أيضا لا يعتبر فقير، لا يعتبر شنو؟ فقير. قال ابن القيم قال شنو؟ قال الذي يطلب الدنيا نفي الفقر عنه واضح. الزول بيجري ورا الدنيا، لو قلنا زول ده ما فقير إلى الله واضح أو ما واضح؟ واضح، لأنه تعلق بغير الله، صح؟ ربما تعلق بشنو؟ بالدنيا وشغلته، حتى قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. عبد في نوع بصل من الدنيا، إنه تملكه الدنيا وتستعبده، يكون عبدا لها، وفي سبيلها يمكن أن يقطع الرحم، حاصل ولا ما حاصل؟ في سبيلها يمكن أن يكذب، بل في سبيلها يمكن أن يحلف القسم بالحرام والكذب، في سبيلها يتعدى على حقوق الآخرين ويأخذها غصبا، كويس؟ في سبيلها يأكل الربا، في سبيلها يرتكب المحرم. أليس هذا عبد للدنيا؟ عبد ولا ما عبد؟ طيب، فبالتالي اسمعوا هذا الكلام اللطيف، وده من النقاط الجميلة جدا في المدارج. قال ابن القيم: من طلب الدنيا فارق الفقر إذا طلبها تعلقا بها، لكن من ترك الدنيا كيف يفارق الفقر؟ زول خلى الدنيا، برضو قال ابن القيم ده شنو؟ فارق الفقر. كيف ده يكون يا إخواننا؟ قال ابن القيم بالأسباب الآتية، سماها آفة ترك الدنيا. آفة، إخوانا كانوا أنتم مستوعبين ولا مستوعبين؟ آفة ترك شنو؟ الدنيا. كونه زي ترك الدنيا ذاته دي فيها آفة. آفة شنو؟ الآفة الأولى في ترك الدنيا، قال سوف تترك الدنيا وتتعلق بما يقيتك ويرد إليك أودك ويقيم حياتك عند الآخرين، تبقى عالة على آخرين تنتظر عطاءهم وتنتظر إحسانهم إليك. النقطة هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: فيها فقدان للتوازن، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فبذلك ضيع حق نفسه. الأمر الثالث: من ترك الدنيا تطلع إلى ما في أيدي الناس. تطلع إلى شنو؟ فخالف وفارق عفة النفس. الرابع: من ترك الدنيا يخبر نفسه أنه صار زاهدا، فيصيبه من الزهو والكبر والعجب ما يخالط عبوديته فيفسد عليه زهده. واضح ما واضح؟ طيب، إذا قلنا الزول يسلم من الدنيا طلبا وتركا، طيب يعمل شنو؟ الوسط ده شنو يعني؟ الوسط الذي يريده أن يسعى إلى الدنيا سعي الأنبياء والصالحين، ما كانوا في يوم من الأيام في عطالة من الدنيا. إن داود كان يأكل من شنو؟ من عمل يده. الأنبياء هكذا. طيب، أن يسعى إلى الدنيا بجوارحه وأن لا يسعى إليها بقلبه. عدم سعيه إلى الدنيا بقلبه يجعله ممن لا يطلبون الدنيا ولا يتعلقون بها، فيجنبه آفات الطلب، وسعيه بيده وإعفاف نفسه يجنبه آفات شنو؟ آفات الترك. واضح المواضح؟ طيب، قال الهروي: والدرجة الثانية من الفقر الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل. يا سلام يا سلام، ده كلام تقيل. الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، أن ترجع إلى الخلق الأول وإلى خلقك الأول. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا
وقال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال مطالعة السبق إذا رجعت إلى سابق خلقك ستجد أنك فقير، فقير لأنك أصلا عدم، والفقر هو شنو؟ العدم. وأنت كنت في شنو؟ في السابق كنت في شنو؟ في العدم. فمراجعتك إلى السبق بمطالعة الفضل، تنظر فضل الله عليك في تسويتك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، بأنه سواك فتعلم أنك بكل ما تملك من مال وعقار ودنيا ودين إنما أنت محض جود الله. أنت شنو؟ محض شنو؟ جود الله وفضله. ولولا الله لما كنت ولا ما كنا. صح ولا ما صح؟ في نوع من الناس بيسموه السوداني رافع نخرته، بيكون رافع نخرته. في زول رافع نخرته لأنه مثلا كان مدير في حاجة، مثلا كان مدير حاجة، شفته؟ في زول كان مدير في أوضة برضو بيعمل نفسه مدير، والله العظيم أي حاجة شفته مدير بس يقول له أنت مدير، كان قال لي أنت مدير وما في حاجة ذاته مديرة، هو خلاص بيقول أنا مدير بيرفع نخرته. ولا كان رئيس لشركة، مدير لمؤسسة، رافع نخرته، ما بقول الله جابني، هو كل شاله ذاته، هو ذاته بعد ذلك بيكون شنو؟ هو ذاته بعد ذلك بيكون شاله. وفي زول جنسه يقول لك أنا من القبيلة الفلانية دافع نخرته، وفي زول يقول لك أنا مالي كثير رافع نخرته، في زول عربيته أحسن من عربية الناس، راكب آخر موديل رافع شنو؟ نخرته. ده كله هو ما عنده فوق يد. انت كان مشيت لجد جد بترجى انه انت كونه تقبل في القبيلة الفلانية، يعني دي شجاعة منك ولا كيف يعني؟ جبتها كيف دي كده؟ وريني دخلت انتخابات، ما الله جابك كده شنو يعني؟ تعال امسك عملوك، انت الوحيد، شوف ما طلعت مظلومك، انت الوحيد قريت في المجال ده، ما قروا ملايين الناس، وفي ناس كان بيجون اول وانت كنت طيب طيش، رايك شنو؟ صح ولا ما صح؟ لكن ربنا اراد لك تمشي، انت تقول الله اراد لي. لو ما طالعت السبق ونظرت الى فضل الله عليك، انك اذا عندك منصب، عندك علم، عندك قرايه، عندك كده، والله يا اخوان انا بعرف زول كان في الفصل بيجي الاول، وفي زول كان بيجي كم و30، داك جاته ظروف اسريه، طلع بقى موظف عادي شغال بشهادة الثانوية، داك دخل أرقى الكليات وحضر في أرقى الجامعات بالمقاييس العقلية بالعقل والفهم، انت ممكن تفوت الزود أصلا. لكن زي ما قلت لك في الآيات، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فشنو؟ فأكرمه ونعمه. ده من ربنا، كان نعمك وأكرمك من ربنا. مطالعة الفضل والنظر إلى السبق مهم في تبديد الغرور وقيادة النفس نحو الفقر. طيب، قال وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال. بمعنى شنو؟ أي زول بينظر إلى السبق إنه ما كان حاجة، ما بقول أنا عندي عمل أصلا. شوف أي زول بقول أنا ده تعرف ما عنده فهم. أنا عندي، أنا سويت، أنا كان قمت عليك ما بخليك، أنا خطر، أنا كان قمت خطر كويس، أنا كان سويت عملته، والله الحبة دي ما عندك. طيب جد، شفت أي زول بيقول لك أنا؟ ده بيقوله بتاع الهرشة، ولا بيقوله شنو؟ ها؟ زول هرشة، أي السواي محدد. فبالتالي قال الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. هنا أمرين، شهود الأحوال، الحالة بتجي من ربنا، زول بتزيد إيمانه فجأة بتجي من ربنا، والمقامات بتكون بالكسب. يعني أنتوا الآن بتتمرنوا على الفقر، على التوكل، على الأنس بالله، على الذكر، دي مقامات، مقام الذكر، مقام التوكل. مرة يجيك توكل تحس أنك أنت إيمانك زاد، بقيت شنو؟
متوكل. ثاني يوم التوكل شنو؟ يروح منك. ده ما مقام التوكل عندك شنو؟ حال. انت تسعى الى ان يصير التوكل شنو؟ مقاما. الحال البجيك والمقام البجيك كله لربنا. ده معنى الكلام. بس كده قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولو ما ربنا والله إن احنا نضيع في الصيعة دي. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال الهروي والنقطة الأخيرة بسيطة. قال الدرجة الثالثة الاضطرار، فقر الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوجداني أو الاحتباس في بيداء قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. طيب قال شنو ابن القيم؟ قال الهروي يريد أن يشهد الربوبية. أن يشهد شنو؟ تقول دائما الله عنده أي شيء. قال العبودية أن لا تقول وعنده كل شيء، أن تعبده لأنه عنده كل شيء. يعني إقرارك بأنه عنده كل شيء لا يكفي، إنما يكفي شنو؟ إذا أيقنت أنه عنده كل شيء فما ثمت بعد ذلك إلا شنو؟ إلا التسليم. اللي عنده كل شيء ده تسلم شنو؟ رقبتك وروحك، وتسلم نفسك وتنقاد له سبحانه وتعالى. التجريد والحبس معناه شنو؟ منع النفس وحبسها أن تشهد سوى الله. ما تشوف زول عنده عمل، لو زول ده قول الله سخر لنا، الله سخر لنا الموضوع الفلاني، الله يسر لنا الموضوع الفلاني، ربنا عمل لنا الموضوع الفلاني. ده اسمه حبس النفس في شنو؟ في بيداء شنو؟ التجريد. قال وهذا فقر الصوفية. الصوفية عنده يا إخواننا الناس ما قاعد يفهموا كلمة تصوف. الصوفية الخلق الحسن. انت لما تعامل الناس معاملة كويسة بيقولوا عليك شنو؟ ها؟ صوفي. لكن إذا أخذت انحرافات أخرى صار فيها طقوس وتقديس للبشر وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، وانحرفت من الحنيفية إلى الوثنية، هذه صوفية غير محمودة. لكن يقولون أن التصوف، عرفوا علماء التصوف الأوائل الجنيد وغيرهم، قالوا التصوف الخلق شنو؟ الخلق شنو؟ الحسن النبيل. وفعلا الصوفية الأوائل كانوا كذلك، الجنيد، أبو القاسم القشيري، كويس، ابن عطاء الله السكندري، كان هؤلاء يعاملون الناس معاملة شنو؟ راقية. وإذا أخطأ الشخص عليهم شنو؟ تجاوزوا عنه وسامحوه. قال ده فقر شنو؟ فقر الصوفية، بمعنى أصحاب هذا الخلق، على اختلاف بين علماء السلوك والتربية هل الفقر أعلى من التصوف أم التصوف أعلى من شنو؟ أعلى من الفقر. بعضهم يقول الفقر أعلى، وبعضهم يقول التصوف شنو؟ أعلى. والراجح أن الفقر أعلى، لأن الإنسان يتصوف ليصل إلى درجة شنو؟ الفقر. فإذا الفقر هو شنو المقصود؟ الزول بيدخل في الأخلاق الحميدة ويتخلق بها ليصل إلى أعلى مراتب شنو؟ لأعلى مراتب العبودية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.